مرحبا. عاشك رحمة. لاباس عليك؟ الحمد لله عاشك. في العادة الاسم اللي يخدم الخدمة نتاعك أنت يقولوا له العياري، أنت ما عندكش اسم عياري؟ يقولوا له أنا تعرف اللي يقولوا لي عياري نقولها، يقولوا لي اسمها جندوبي نقول لهم اللي يقول لي نقولها. تبيع في التاي؟ نبيع في التاي. قديش عندك من عام تو الرحلة دي؟ من اللي عمري 13 سنة نبيع في التاي. 13 سنة رحلة عمر معنا بني آدم. القديم نتاع القرو حتى لين ولا المرش الثاني، من بعد بطلنا ولا نمشي للأسواق، من بعد ولا نخدموا لهنا ما عادش نمشوا وهي ماشية الدنيا. في عمر قديش قلت لي؟ وقتها عمري 13 سنة ولا 14 سنة. في عمر 13 سنة كيفاش جاتك الفكرة أنك تبيع التاي؟ أنا جيت لتونس لكن ما لقيتش خدمة. جيت لتونس وأنت عمرك 13 عام. قال لي واحد إيش قولك أنت ويب لك بريد صغير تاي وتمشي تدور فيه. بعد صورت فيه 600 فرنك. كانت الحجة رخيصة. يمكن صرفت 200 فرنك راس مالي وربع ربح. بدات بشوي ونتعرف بشوي ونتعرف ولا تصور دينار. كنت تخدم عنده الرجل هذايا تحته معناها ونصحك ونصحني وكو نطيب خير نطيب عنده وكل شيء حتى لين كبر فيه شيء ولد نخدم في خدمتي بصفه رسميه ولد نصور. الحاجه الباهيه في خدمتك حاجه الباهيه في خدمتك تخدم مرتاح ما عندكش عرف بلغة ما عنديش عارك اما هذاك ولا ما سن نتعارك نوياه ولا حد نتعارك نوياه لا علاش نتعارك نوياه حتى ولو هو نعرفه غلط نعمل روحي ما بليش فهمني خليه لين يفوت الغلطه نتاعه ويتعدى على خاطر في العاده الانسان كي يخدم تحت العباد فما ضغط فما برا ويجا ويجيب الوقت هذاك اللي عنده قهوه ولا عنده اسطوره ولا عنده حاجه يا خاطر يجي البهلول ويجي الحاذق ونحن متعرضين للسكران ومتعرضين للباهي وللخايب ولكل شيء ونعمل روحنا ما فيناش. من الخدمه ذي عملت عائله تكري؟ عائله عندي 5 اولاد، عندي وليد في كندا. في كندا ما شاء الله. اي وعندي وليد فهمتي في ليبيا زوز اولاد. كندا قداش عنده من عام؟ نرجع تو عنده تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين. قرايه ولا مشى كيفاش؟ لا مشى يخدم هو عائلته. مشى هو مرته. وكونتراتو. زوز موظفين معناها. اي الزوجة تونسية مش تونسية بنت بلاد معناتها بنت المنطقة شو نقول لك كبرت ومتي نجح وما شاء الله ناجح وتو في كندا حتى واحد فاسد كلهم طلعوا لاباس عليه كلهم طلعوا يخدموا وبس نايحهم وانا هنا وقالوا يسكنوا بحذاي كريت لهم بيت بحذاي ودخلت من ثم دخلت للصنعة وصبح لاباس عليه فخورين بيك اكيد بالتباع ما تكفيش حد خونك لا شيء معناها من خدمه بسيطه جدا من تاع عرق وتعب ودور كيفوا قدامي ولا حتى نعرف كيف الدخان انا مره فهمت جبت السيكه تاع دخان نفدلك عليهم قلت لهم شكون سفيه فيكم يا عشاك قال لي بابا الناس يقول لك السفه هود عليه نعرف خاطر من خير نجيب له انا ولا يمشي يكردي من عند جماعه ولا كذا فهمت ولدك اللي في ليبيا قداش عنده؟ ولدي تو ما كنسيه هنا يتعلم عيط المدله في المصروف من تحت الجرايه ونوكل انا نغسل الحوايج انا وكل شيء اليوم هنا ما كنسيه بداره وعنده ولاد وبنيه في ليبيا في ليبيا ديما الانسان كي يحب يقدم والانسان كي يحب يطور من روحه يخدم يستنبط اي خدمه انت متايك عملت رجال وما شاء الله حاله دياره وعايشين مستورين وما شاء الله وحجيت منها والحمد لله حجيت منها انا والمراه مش وحدي عام قديش؟ عام 2019 ان شاء الله فهمت قعدت سنين وانت تلم فيهم لا والله شيء من شوي من اللوز عندي شوي فلاحه شوي من زيتون شوي من على ليش شوي من هذيك وشوي ياخذ شوية شهريه وقت اللي سهل ربي قلت لهم انا تعرف السلم يا جماعه كل خلينا نقصد ربي باهي شو نقول لك حاجه والفلاحه شكون هي بها اللوز ولا والله لا هي بها ربي كان مترت ما تعدوش على بعضنا احنا غادي لوزه ولا زيتونه ولا حاجه اللي نجي مولاها يا جماعه اللي نجي مولاها لكن انت مسيجها ما يدخلولهاش تمشي تهزلها تراكتور تخدمها كما نقول تهزلها اذا كان عندك 100 تريقل ما عندكش 100 تمشي تجيب لها ساترنا 100 تسقيها ويمسلك حتى واحد تخدم ويمسلك حتى متاع. ما صارتش يسرقوا لك الزيتونه خاطر يسرقوا برشا موضه ولت ما يسرقوش يكذب عليك اللي يقول لك يسرقوا يعني انت عندك فلاحه كي ما تستحقش برشا خدمه انا تتفقد كل مره تسقي شويه تحرث شويه الفلاحه غادي نقعد شهرين مره نجي لهنا نقعد شهر وانا كي نخدم هكا نلقى باش نخدم الفلاحه خاطر الفلاحه مش ديما تعطيك تصرف على الفلاحه متي اي اذا كان انت معناتها الفلاحه مش ديما تعطيك مره تعطيك ومره ما تعطيكش تلقى باش تخدمها تلقى بكاش كذا فهمني يعني وساعات تمرض لك المراه وساعات يجيك الماء والضو اما بعد ديما يجي الماء والضو شهريه واحده يجي والله كان نهار خلصت 300 غير 2000 فرنك وساعات يجي 250 ضو وساعات فهمتي وكل خدمه كيف الشهريه تو انا عندي شيخوخ ناخذ
ناخذ 180,000. صبيت على روحك ولا كيفاش؟ اي صبيت على روحي، فهمني؟ 180,000 بنيت عمي ما نكذبش عليك ما كفوش، فهمني؟ هون باهين يجوا في الغسره، باهين كما تقولي في وقت يجوا. ولادك طلعوا يعرفوا يكمسوا كيفك؟ والله لا. ايه مش كيف؟ اللي جاب النهار هذا. خاطر ما شاء الله عليك، معناها كل حاجه من التاي تصرف على الارض، من الارض برفوع تصرف، ولميت فلوس وعملت حاجه، كومام حاجه غاليه راهي مش الشباب هذاي اللي جايب النهار هزوا الليل ما يخممش على غدوه. سفرية. صغار مش عارفين. احنا فهمتي يخبي حتى ولو تيح في ده فلوس ولا تيح في ده حاجه يخبيها لنهار اخر لين تمرض عيلته ولا صغيرة حاجه ناقصه. فهمتي كيفاش؟ ما همش كيما احنا كيما هم. قداش عمرك اليوم بابا؟ مولود 54 10 مارس سوايح 70. ما شاء الله مازلت البركه ومازلت تخدم وعمل على روحك. ومعمل على روحي والحمد لله، كان اعطوني كثر خيرهم قالوا لي بابا هات ما عندناش حليب وكوش هاك وهي ماشيه الدنيا كاك واللي نرى مخصوص نعطيه واللي نرى عنده. قداش هم الكل في الكل اولادي؟ عندي 5 اولاد. 5، واحد بكندا واحد في ليبيا والاخرين؟ الاخرين واحد هنا في تونس. شنو يخدم فيه؟ عنده دار في المحمديه فهمتني، خذي دار. وعندي فهمتني زوز في ليبيا، واحد مكنس عاد فهمتني صناعي في حاجه اخرى فك الدهن والواحد. ما شاء الله ارتاح. وعندك طفله معناها؟ ما عنديش طفله، ما جابتليش طفله. 5 اولاد. 5 اولاد. اما عندي تو جابتها شريت بنويت كاين بنويتي. كيفاش؟ معناتها كاين بنويتي، هي بارك اكثر من بنويتي. رجال انساهم. اي. فهمتي؟ واحدة ما تغيظنيش، واحدة ما تقوليش كلمة خايبة، ولا ساعات نغلط معاها، نقول لها راه مش هك. فهمني؟ يعني شوية اليوم انه تلقى بنات الوصول في كل بلاصة وبنات الحلال في كل بلاصة، لكن عاد تفاهم انه معناها نسى رجالك. ساعة ساعة أنا نغلط معاها، ما تغلطش معايا جملة. شفت محلاكي قلت لي ساعة ساعة نغلط معاها. لا أنا نفيق بروحي اللي أنا غلط، نقول أنا إيش دخلني؟ دبر راسها، وأنا بالعكس أنا نحب انه نعطيها الاثنين صحيحه ومش نعطيها الاثنين غلطه، والا نقول لها هاتي سلفيني ولا برا خذي لي فلوس من عند حد. لا لا مش هذيك، مش ديش كاك ولا هي يخدم رزقك، هاي يخدم تاعك. انا راني هذا فضلته، انا نبيع في التاهي، انا شبيني ما بعتهاش وكليت بيه كما برشا جماعه. لا ما عملتش عليك الطرف الارض اللي عندك ورقعت عليها طرف الارض هذيك، فهمتي؟ ولادك يحبوا الارض كيفك ولا لا؟ مشكلة؟ لا جي هذا بيخموا في التقسيم وفي القسمة، ما يخموش في الوالد قداش تعبوا باش جايب هاك الطرف. فات اللي عمره 60 و70 الارض ما عاد يحبها حتى حد، يحبوا الكره. ما يعرفوش قيمتها. ونوع نتاع الكره. يبيعوا الارض باش يشروا كره، جرة كره. يبيعوا الارض باش يروحوا بنسوين وياخذوا نسوي. باش يجيبوا يشروا جرة كرهبة. اي فهمتي؟ اي ياخذ جرة كرهبة. هذيك هي. وياخذ كرهبة وساعات فهمتي ما تدخل بها في حيط، وساعات فهمتي يصير فيها مسير، وساعات تفسد لما يلقاش باش يصلحها، وكي تري راكب في كرهبة مخرج يد البر تقولي هذا راجل صاحب فلوس. هو ما عندهش فلوس. محليك بابا ربي يفضل. عايشك يا لالا.